المحابس لعبة رمضانية إلها رواده وجمهورها، لكن الأهم اللاعب المحترف اللي يميز بين يد تحمل المحبس والفارغة. طق يا بطق، الصورة خارج الموضوع لكن مو خارج الإطار، حلبسوها بمعرفتكم. ممكن أترجم لك فهم هاي التغريدة وفهم بعض الناس. الإطار رجعوا العيساوي حتى يكثرون القيادات السنية حول الحلبوسي وما يخلون الجو إله، خصوصا العيساوي من ديرة الحلبوسي. شلونكم خوش تشتغلون والله، هم تبرؤون الحلبوسي وهم تجيبون زعيم جديد. العيساوي الإطار دخل اعطيك ما دام وقت تقضير، الإطار راح يندم الحلبوسي على هذا التصرف اللي 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 يتلاعب به بالمكون الأكبر ويحاول يصير عليه زعيم، في حين هو مي هو الجيل الرابع من القوى السياسية اللي تتعامل مع هؤلاء الإطاريون إذا صحت العبارة. ايه ها راح تندموه. الافراج عن رفع العيساوي واستقباله بالفلوجة وعودته الى الساحة السياسية، تصدع داخل الحزب الديمقراطي، هاي حوبة لو 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 مكر سياسي. لا هذا نشاط سياسي، هذا 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 فكر سياسي يستطيع ان يتعامل مع المكون لا مع الشخص. لا يمكن للسنة ان تختزل بالحلبوسي ويتم اقصاء شيوخ عشائر وشخصيات رغم كل التقاطعات السياسية. والله يا استاذ المفاهيم السياسيه شيء واداره المشهد بحنكه شيء اخر. والله استاذ عباس شغلكم بالمعارضه كل الزين، تدري ليش؟ حليتوا لجنه ابو رغيف ووقفتوا النفط والغاز ووقفتوا هوشيار زيباري، واليوم مفترين على الجناح الاخر للكتله الصدريه اللي هم السياده العيساوي والحلبوسي. راح ليش ما تروحون للمعارضه؟ والله حلوه، خش تشتغلون شغل احسن ما بالحكومه. لا احنا لقمة صعبة ما نستطيع ان واحد يبلعنا بسهولة. حينما يفكر الاخرين باقصاء القوى الشيعية او التعامل معها مهما يكون هو لديه من يعني مهارات تبقى مهارات القوى السياسية التي استطاعت ارغام الف البعث وصدام والداعش والاحتلال، انه ما تعبر عليها هذه الفعاليات، لكن هي تبقى تشتغل بسقف واحد وسقف المروة على قولتهن، وتترك هذه المساحة ب قرصات بسيطة. والله تريدون الصفحتين، هم معارضة وهم لو العب لو خرب الملعب. استاذ عباس حقنا في كل العالم، الأغلبية هي الحاكم، الأغلبية الأغلبية السياسية لو الاجتماعية. لا الأغلبية الاجتماعية، وروح دور كل العالم وأعطيك مشهد واحد بس. لندن عمرها 150 سنة. نعم. مديرية الأمن في لندن هي لعائلة واحدة تعتبر من أثرى وأكثر العوائل ومقهى تاريخا موجودا في لندن، ما يروح لغيرها هذا المنصب. اليوم المكون الأكبر محاولة اختزاله وتمزيقه سياسيا لن يفلح الآخرين في إنتاجه.